سمعت واش راكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فوالا، دونك على بالكم باللي الدولار اكيد يتورن دون لو موند، دونك الدولار عنده قيمه عاليه، قيمه كبيره، الى بوكو دو فالور. فوالا، نوريكم، حبيت فقط احببت اني نوريكم يعني لي بيي، اوراق الدولار. هذه مثلا 1 دولار، 1 دولار على حساب رايي، باردون، على حساب رايي هي 1 يورو تاع فرنسا. حنا 1 يورو تاع فرنسا 1 2 3 جوسكا باش توصل شي تولي بيي 1 2 3 4 حتى تولي 5 يورو باش تولي بيي، يعني تولي ورقه، يعني ورقه نقديه من ما يمكنش، يعني لا يمكن انها تكون 1 يورو ولا 2 يورو ولا 3 يورو ولا 4 يورو، لازم توصل 5 يورو باش تولي ورقه نقديه في فرنسا. في الجزائر كذلك، يعني في الدوله، في البلد الافريقي اللي ننتسب اليه، يعني بلدي، ايضا الفراك 2000 فراك 3000 4000 حتى تطلع لواحد واحد السومه باش توصل واحد النيف، واحد المستوى باش بيان سور توصل باش تولي ورقه نقديه. دونك فوالا، هنا لا هنا ابارتير دو 1 يورو ولا 1000 فرانك تاع الجزائر، يعني 1 يورو تاع فرنسا، شوفوا هما ورقه، يعني شوفوا معنا هذه 1 يورو وعادة 19 يورو ويا 20 اي 20 دولار، يعني 20 دولار اللي هي 19 يورو تاع فرنسا، 19 يورو تاع فرنسا، هذا دولار يعني 19 يورو تاع فرنسا. وكذلك يعني تولي بالدينار تاعنا الجزائري، هذه 20 دولار تولي اكيد يعني تقدروا تقولوا 200000 ابري، 200 دينار جزائري. فوالا، حبيت فقط نوريكم الدولار. فوالا ما شاء الله، كاين ناس اللي بيان سور اللي يديروا كوليكسيون ب يعني النقود، العمله النقديه، يعني سواء الورقيه، كاين اللي يديروا بهم كوليكسيون، سا ديبون كل واحد كيفاش. فوالا، وعزاز الدراهم في القران، وربي سبحانه ذكر يقول لك الانسان يعني اللي يحب المال يحب المال حبا جما، يعني الانسان يحب المال حبا جما، معناتها المال اكيد الانسان خلقنا ربي سبحانه نحب المال حبا جما، وهذه مذكوره في القران ولا نكذبها. ويجي يقولوا لك واحد اخرين الدراهم وسخ الدنيا، الدراهم ماشي وسخ الدنيا، العكس، الدراهم اكيد يقدروا يكونوا نقمه واكيد يقدروا يكونوا نعمه، هي لا سورس او يعني نقولوا لا باز او القاعده، انك منين جيت الدراهم هذوك وكيف تحصلت عليهم، اذا كان بالعرق ولا كان بالمجهود المبذول، اذا كان يعني كنت تستهليهم ولا كنت تستحقيهم، وكان اموال او نقود اللي تحصلت عليها تكون اموال او مال حلال، الله سوف يبارك لك فيهم واكيد راح تكون نعمه. الاموال النقمه هي الاموال التي عن طريق ربما الرشوه والعياذ بالله، هو الانسان اللي يدخل في الربا، هو القمار وكل ما يشبه ذلك، وكل الاوجه الحرام التي انهاها الله علينا سبحانه وتعالى في ديننا الاسلام. هناك اشياء شرعها الله لنا، يعني انا مانيش امام، مانيش نفتي، فقط راني نهضر لاني انا مسلمه الحمد لله، فراني نهضر على الدراهم، يعني كاين الدراهم اموال يكونوا نعمه وكاين النقمه، كاين نقود تكون قليله ولكن مباركة وفيها بركة كثيرة، وهناك أموال طائلة وكبيرة وتكون فيها بركة قليلة أو شبه منعدمة أو منعدمة تماما، لأنه سبحان الله وتعالى نطلب الله أن يرزقنا الرزق الحلال طيب، وأن الله يبارك لنا فيه إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
هذه هي. فربي وش يقول لك؟ يعني الإنسان لن يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الإنسان إذا حب يعني يغير حياته، ولا حب يغير يعني مسار حياته أو وجهة حياته، فما عليه إلا أنه يبقى يغير في أشياء كثيرة باش يوصل إلى الإنسان يبذل مجهود وكذلك. فوالا دونك البركة هي كلش في النقود. فوالا هذه هي، فوالا سي ديكو، هادو كوليكسيون فقط نوريكم فيهم البنات، سي كو دي كوليكسيون. وباش نقول لكم باللي في الاخر انا هادو ماشي تاع اليوتيوب وتحسب، وكاين اللي يحسبوها، كاين اللي يقول لك بلي فوالا ودخلوها دراهم وشكاره ناناني باتاتي باتاتا. قلت لكم با دو تو، هادو فقط كوليكسيون، ما عندهم حتى علاقه مع اليوتيوب. هذا النقود اكيد هي 6 دولار، هذا دولار كما راكم تشوفوا فيه. حبيت فقط كنت حايبه باش نحط هذا السوجي تاع الدراهم تو، وقلت علاش لا نبارطاجي معكم هذا الفيديو تاع الدولار. بيان سيغ ربي يرزقنا ويرزقكم من حيث لا لا نحتسب. وايضا نقول اذا ربي يرزقك ما يقدرش ينحي لك العبد، بيان سيغ هذه حاجه طبيعيه وحاجه عاديه وحاجه نورمال. اون بليس فقط نحب نقول باللي كاين ناس نشدد ونقول انه ناس كاين بزاف يحوسوا يعرفوا منين جاتك، من اين لك هذا، منين جاتك، ماشي عليا انا، على فلان واحد اخر، قول منين جاه ومنين عنده منين. و فوالا دونك الله يستر وخلاص، انه الانسان نو الناس تاعها تكسب وناس تضل تحسب. دونك فوالا هذه هي. واش نقول لكم البنات، هذا السوجي انا عجبني بزاف، قلت نبارطاجيه معكم. فوالا البنات هذه هي وهذا هو. وفوالا الدراهم على بالكم يديروا لكم القيمه، يديروا لكم القدر، يديروا لكم الوجه. وثان كاين الناس يشيتوا لكم على جال الدراهم، كاين الناس يكبيو لكم، يضربوا لكم الشيطه على جال الدراهم. وهذاك فقط حب مزيف، او اللي يقول لك يعني الناس اللي تبغيك والناس اللي تولي تسقسي عليك، تولي اللي ما كانوش يعرفوك واللي يعرفوك، واللي ما يشفاوش عليك ولا يشفاو عليك. دونك اللي ما عندوش يجوزوا عليه الناس وما يتذكروهش وما يعرفوش وما يعقلوش. اه فلان ولا ما نعرفه ولا ماشي سامع به، يحكمهم الزهايمر. وكي ولي تولي لاباس عليك، ربما نهضر على ناس يعني انت جرب الناس، كي يولوا لاباس عليهم وكل شيء يولوا اه فلان وفلتان، وتك تعرفوا ما تعرفوش، سمعت عليه ما سمعتش عليه. دونك كل شيء الدراهم هما لو بوفوار، لارجون سي لو بوفوار. الدراهم يديروا الشان، الدراهم يديروا طريق في البحر. الدراهم يشرو كلش، ما يشروش غير الروح، غير الروح اللي ما يشروهاش، سي سيغ يعني. هذه هي فقط. الانسان يطلب من ربي انه ربي يبارك له. هذا مكان ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو البنات. فقط اؤكد انه هذا دراهم ماشي دراهم اليوتيوب، ربي يرزقني ان شاء الله. ان شاء الله بوركوا با. هذو ماشي دراهم اليوتيوب، هذا هو فقط كوليكسيون. فوالا البنات اللي عجبكم الفيديو خليوا لي تعليق شباب كيما نتوما. نقولكم نهاركم مبروك، واللي راهي تخدم ربي يعاونها، اللي بيان سور اللي مريض ربي شافيه، اللي توفى ربي يرحمه. وش نقولكم، واللي في قلبه امنيه جميله ان شاء الله ربي يحققها له، واللي في قلبه امنيه شريره ربي يهديه. و فوالا هذه هي البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. نقولكم خليتكم في الامان، والى اللقاء. كنتم في قناه لوندا ديزاد، شمس الحياه. باي.